السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، معكم طارق الجاسر. اليوم عندي تحدي، وصلني هذا التحدي من لينوفو. لينوفو عندهم كل شهر تحدي، والتحدي هذا الشهر كان وقع علي من ضمن الأشخاص اللي أرسلوا لهم لينوفو، اسمه سبرايز مي لينوفو أو فاجئيني يا لينوفو. وش كان هذا التحدي؟ التحدي عبارة عن يرسلون لي لينوفو مثلا تحدي ويقولون لي اخترنا لك اللعبة الفلانية أو اخترنا لك التحدي الفلاني. فخلوني الحين أبدأ وأستعرض وشو تحدي لينوفو لشهر جولاي من عام 2020. التحدي هذا هو، فتحناه وهذا هو التحدي، سبرايز مي لينوفو. يقولون لي هنا: هلو تارك الجاسر، سبرايز مي لينوفو جولاي تشالنج أو تحدي شهر جولاي، فيور سافج ميشن أو مهمتك الوحشية، سبين ذا ليجن ويل تو ويتش ويبن يو ويل بي يوزينج. أنت الحين لازم تفر الدولاب اللي مخصص وموجود في موقع legion-wheel.com. فما راح يكون whichever weapon the legion wheel lands on، يعني اللي بيقترح لك الدولاب هو الويبن أو السلاح اللي راح أختاره. طيب and only that weapon، خلاص بصير من بداية اللعبة لنهايتها أنا يعني طول الوقت مع هذا السلاح. طيب وش في بعد؟ if you lose a game keep spinning the wheel until you finally win with a specific weapon. إن شاء الله أنا متوقع أني بأفوز. طيب get your followers involved، وهذا أهم نقطة. هذا تحدي وصلني من لينوفو، وأنا بعد بتحدى المتابعين. فيه جائزة راح تقدم لأكثر واحد يجيب سكور بالألعاب، راح تكون هي الجائزة إن شاء الله مقدمة من لينوفو. بتكلم عن سلسلة الليجن. طبعا الألعاب اللي ذكرتها قبل شوي لما تجربة اللعب فيها على البي سي جدا رائعة ومختلفة، يعني في سلاسة في لعب الفورتنايت، الكول اوف ديوتي، توم برايدر، ببجي، الفيفا، ألعاب كثيرة لهذه السلسلة المخصصة فقط للعب لاعبين، وهي سلسلة الليجن. ليش مخصصة؟ طبعا لأن فيها آخر معالج من أنتل، فيها الجرافيك عالي جدا، وكرت الشاشة للي خصوصا الأشخاص اللي يحبون الجيمينج ويبحثون عن هذه الأمور. لما أقول لهم أن المعالج حق الجرافيك هو انفيديا RTX، هذا يعتبر آخر معالج في الأسواق. طبعا اللابتوب مخصص للألعاب، لكن بنفس الوقت أنا أستخدمه في التصميم، في المونتاج، يعني الجهاز يتحمل في أمور كثيرة. الحين ببدأ وأشغل اللعبة. طبعا من ضمن التحدي قالوا لي اختر لعبة من اختيارك، الكول اوف ديوتي. خلونا نبدأ كول اوف ديوتي. أول شيء خلوني أعمل سبين ذا ويل، وبسم الله نبدأ. يلا نشوف إن شاء الله يطلع لي سلاح Assault Rifle. هذا السلاح أخيرا يعني يعتبر من الأسلحة الجميلة جدا. يلا بنبدأ الآن في لعبتنا. اللعبة وش تقول عندنا هنا؟ بسم الله Play Call of Duty. راح أختار Assault Rifle. طبعا تدخلون على موقع اللي هو legion-wheel.com وتسوون spin، السلاح اللي يطلع معك هو اللي تلعب فيه من البداية إلى النهاية. يلا نبدأ في لعبتنا الحين، ننتظر اللعبة تبدأ. وأنا قبلت تحديكم، لا تنسون تشاركون في هاشتاج أظهر قوتك مع ليجن. طبعا أنا جالس ألعب الحين بنفس اللابتوب هذا، بحاول أستعرض لكم على بال ما تبدأ اللعبة واختار السلاح اللي هو Assault Rifle. بحاول خلال هذه الأثناء أني أتكلم عن بعض مواصفات ومميزات الجهاز. الجهاز فيه سوبر فانز. طبعا من مميزات هذه المراوح تسحب بقوة هائلة من اليمين واليسار، وتبث لك الهواء من خلف الشاشة. أنا جالس أشوف الحين وأتابع من الشاشة. طبعا شاشة جهاز الليجن طبعا هي سلسلة كبيرة، الليجن في منها الواي
i540 i7 فيها كثير من الموديلات وكل موديل جدا رائع طبعا من ناحية الكيبورد الملونة من ناحية المعالج لما نتكلم عن انتل او الجرافيك زي ما تكلمت قبل شوي والشاشة هي بتقنية IPS تدعم بياض ناصع ألوان مشرقة عندنا زوايا مشاهدة واضحة جميلة جدا سواء للجيمرز أو للمصممين طبعا الميزة الجميلة في الجهاز أيضا الحين خلنا نختار السلاح الميزة الجميلة في الجهاز هم قالوا لي Assault Rifle من المميزات الرائعة بهذا الجهاز اللي هو الليجن تصميم الخارجي تتيح لك انك تاخذه في اي مكان معك تبغى تطلع على المقهى تاخذه في العمل في المنزل بين اصدقائك طيب بدام اني اخترت السلاح بطريقة عشوائية بختار بعد اللعب بطريقة عشوائية يلا خلنا الحين ينتظر لنا فريق عشان ندخل معه شوف ما شاء الله سرعة الجراف واستجابة الجهاز أنا شابك على كيبل بسرعة 200 ميجا اللي هو الفايبر وأنا أنصح باشتراك الفايبر أفضل في الاتصال خصوصا لمحبي الجيمينج يلا بدأ الفريق هذا اجتمع 18 واحد من 20 والله إن شاء الله بيصير حماس طبعا الكيبورد تدعم باك لايت وممكن تكون RGB للالوان شوفوا كيف ايفريتس بريدج هذا الجسر حق ايفريتس ونبدا بسم الله الحين الجوله الاولى ان شاء الله اني احقق المراكز العاليه نختار اللاي اوت واحد اسولت رايفل زي ما اختاروا لنا اللي هي ليجن داشوي شوفوا طبعا ايوه رفع بدا يهكرون رحت على طول ملح نرجع ان شاء الله نرجع لك جاي لك يا حبيبي الله لو اقدر اخر هذه شو اسمها المدرعة اقدر اخذها في الباتل رويال ايش فاهم هنا كله طيب وين بنروح يا شباب مغير مقامز ما شاء الله نشاط وحيوية ايوه اول نصر لي ان شاء الله بيحالفني الان شوف قبل شوي كان في واحد هنا شوف حط لي قنبله معليش بس والله استقعدت لهم حسيت اني انا كنت قلق قبل شوي وخش يا طارق وريهم ثاني مرة يلا والله كلهم متجمعين هنا والله شو مش كثرة افا افا
والله ما شاء الله الفريق اللي قاعدين يتحدون هذول واضح انه مو بسهلين. هذه مشكلة الصواريخ، يعني أنا ضدها مرات، لأنه خلونا نتقاتل يعني وجها لوجه. تعال امسكني على جنب وقل لي أنا زعلان منك، يعني ترسل لي طيارة. شو شو شو، لا 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 فاته كابو. يا سلام عليك، بقي نص دقيقة. الله يلا شوفوا كل الفريق. لا 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 انا هفتر. وش ده مع طلقات بنفسجية يعني، انت توريني ها. حسنا شكله في الجسر. Enemy at the bridge. يلا. HQ is green. Get a move on. Enemy on the HQ. Get over there. Enemy has captured the HQ. Oh, خذوا ال HQ. أفا. حسوك عندنا خيانة. ان شاء الله قاعدين تخاطفون اخويا. معليش معليش كنت جنبك وروعتك في مره من المرات. يلا جري يا شباب جري جري. اوه وش ذا؟ ما انتبه ما انتبه. قناص عادي. لازم نجيب سكور. ايوه خلونا نجيب سكور يا شباب. HQ active. Move to secure. افتح لي سلاح جديد. Securing the HQ. وانا رايح اركض جنب القنبلة. طيب كنت يعني اجري. ايش ذنب الافاتار؟ القتلة. HQ secured. Hold out as long as you can. قاعدين نحصل على جوائز. جوائز واجد. Allied cruise missile away. We're winning this. Keep it tight. HQ contest. HQ contest. والله أنا ركضت بعيد، وين رحت؟ خذ أول. فزنا 229. يا سلام ساعدناكم يا شباب، اهم شيء السكور حقتي. يعني شوف ان قتلت 11 مره وقتلت 2، السكور حقتي 275. يعطيكم العافيه على هذه المشاهده، اتمنى ان شاء الله انكم استمتعتوا. لا تنسون انكم تشاركون في هذا التحدي، تحطون لي اعلى سكور جبتوه، وان شاء الله اعلى
مشارك أو مشاركة بيكسبون معانا سماعة مقدمة من لينوفو، وهذا الفيديو حقها طالع لكم ورقم موديلها. هذه أطيب تحية، محدثكم طارق الجاسر، في أمان الله.